جامعة نيويورك فيلم أكاديمي احتضنت مئات الطلاب المبتعثين خلال السنوات الماضية، واليوم تفتح الجامعة أبوابها لعرض أفلام قصيرة لمخرجين سعوديين درسوا فيها وتمكنوا من خلالها التفاعل مع نظرائهم الأمريكيين. And I feel like it's amazing kind of the results we've seen in the Saudi students, all the cultures as well, but also the fact that some of the films they've made are not just with each other, Saudi students, they're being made with someone from China, someone from America, someone from Brazil, from Africa, and they're all in a crew together telling this story that they believe in. وأشاد الحضور بالعروض والعمل الذي يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع المملكة قدما. كل ما نشاهده إبداع وإن شاء الله جهد وشباب واعد، إن شاء الله راح يرفع بمستوى الإعلام ودور الإعلام في المملكة، ليس في المملكة فقط، حتى عندنا في دول الخليج كافة. نتطلع إلى المزيد منهم، ونحن جميعا سواء أصولي العامة للمملكة أو دولة الكويت أو بقية مجلس التعاون، احنا معهم واحنا ان شاء الله دافعين لهم وهذه مهمتنا. I have the biggest people in Hollywood who want to support the Crown Prince for his vision, and so that's why we're doing this as part of a cultural exchange to show people also that Saudi Arabia, you know, has a full culture. It's not about the entertainment, just entertainment and politics and everything. There's a full culture. عشرات الفنانين والمنتجين العالميين حضروا العروض التي نالت استحسانهم. These films were incredibly polished, smart. The writing was incredible. What I like best is that none of them pulled any punches. They went right for the jugular. There was no political correctness to them, frankly. There was no, you know, repressed emotion. The films were emotional, and they made me emotional. I actually found myself shaking at the end of a couple of them because I was so influenced and so impacted by them. The films were incredibly well shot, extremely well photographed, wonderfully composed, and I must say that I was really surprised. They look really, really good, really very professional, and I think the standard of work is just absolutely superb. ووجد المخرجون السعوديون في الفعالية فرصة تمكنهم من نقل ثقافة وطنهم إلى الأمريكيين. كانت تجربتي صراحة جدا ملهمة وجدا جدا مهمة، يعني أثرت فيني بشكل كبير. تعلمت صناعة السينما من قلب السينما من هوليوود، وهذه فرصة يعني فرصة العمر صراحة. لدينا كم هائل من القصص يعني تستحق أن تروى، وتاريخ غني جدا بالقصص وغني جدا بالشخصيات. أنا بديت دراسي في جانوري 2014، وأت ذا تايم ما كنت عارف أنا وين رايح. أوكي، ما كان في أي إعلان عن السينما، ولا كان في أي دعم أو أي تركيز على الشيء هذا. يوم إني تخرجت ورجعت اشتغلنا مع شباب، واشتغلت مع فيلميكرية، وكان في خطط لأفلام قصيرة وأفلام طويلة ومسلسلات تلفزيونية. اشتغلنا على واحد من المسلسلات التلفزيونية كان اسمه كات، انعرض على NBC، ولازلنا شغالين على أفلام طويلة إن شاء الله بنبدأ شغل فيها على 2019 مع رؤية 2000 مع رؤية 2030 اللي هي رؤية محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان. السعودية راح تقفز قفزة جميلة بعد 5 سنوات، رؤيتي الخاصة والشيء اللي أنا أشوفه أنه بعد 5 سنوات إن شاء الله السعودية راح تكون عاصمة الأفلام في الشرق الأوسط. وتستمر عروض الأفلام 7 لمدة 2 يوم. هند إبراهيم لقناة السعودية، لوس أنجلوس.